بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا هلا يا بنات، كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وعافية. زي ما وعدتكم إنه أنا حنزل لكم جهاز مهم شديد في المطبخ، يعتبر هو بديل الفرن، جهاز ممتاز. الناس اللي ما عندها فرن أو عندها نية تشتري فرن، أو مثلا حتى لو عندك فرن مثلا عاوزة شيء كذا بديل يعني سهل وسريع، أنا حوريكم الجهاز ده، الجهاز روعة. أول حاجة حوريكم العجنة اللي عملتها، العجنة ممكن تعتمديها في رمضان للفطاير. هنا جبت دقيق زي ما شفتوا وحليب باودر، عندنا بيكربونات الصوديوم، ما هو باكنج باودر، بيكربونات الصوديوم زي ما شفتوا. خطيت يعتبر نص معلقة صغيرة. ليه قالوا لي البيكربونات يا دلال؟ جربيه في العجنه، لانه ما بخلي العجنه من جوه، يعني بخلي العجنه مقطنه. وكلامهم طلع صح، هي كلمتني كم واحده من البنات اللي معي في القناه، وكمان كلمتني جارتي كانت عامله دونت وكان رهيب جدا الدونت، فقامت كلمتني قالت لي زيدي في العجنه تاني شويه بيكربونات بخليه يتشرب اي حاجه. بعد رشه ملح، وكمان زدت عليهم اللي هو الخميرة، الخميرة بدوب في موية دافية مع شوية سكر، يعني يعتبر زي معلقة، معلقة شنو، ربع معلقة ونص معلقة سكر. هنا زي ما انتم شايفين خطيت الموية شوية شوية، حاجة بسيطة من الموية، تمام. حبدأ أعجن فيه. في ناس بيقولوا لما يعني العجنة بتكون خفيفة وما بزبط معانا، شوفي أنا هسي قاعد أعجن وما ضفت موية، كمية الموية اللي أنا خطيته، انت لما تفضلي تعجني في العجين مسافة طويلة تعجني بتلمى براهو، هتفضل تعجن لما كتفك ده شفتي يوجعك. المهم لو عاوزه العجنه تطلع ظابطه، والفطاير او الحاجات اللي انت البيتزا اللي انت عملتيه عاوز يقعد معاكي، مثلا عملتيه بالعصر وعاوزاه لحد الافطار، العجنه عاوزاه يظبط عجنيه كتير، يعني افضل عجني فيه كتير. الزيت انا باخد 200 او زبده في المرحله دي، بعد ما خلاص الم العجين بيدي حتى بعد ده بزيد الزيت، بلم بيه العجين كده خلاص، بلم بيه بديه تاني مثلا زي عجنة عجنتين وبخليه في مكان دافي. بعدين نجي للجهاز. الجهاز انا اخدته من فاميلي مارت، طول تقريبا له زي سنتين معاي. الجهاز ممتاز جدا للمناقيش، خاصة المناقيش، يعني اذا الافطار فاضل فيه مثلا زي تلت ساعة حتقدري تعمل كمية كبيرة جدا من الجهاز ده من المناقيش، لانه سريع ودرجة الحرارة انت بتقدر تتحكمي فيه، يعني عاوزة مثلا تسخنيه لحد ما تبدي، ولو عاوزة مثلا تعلي الدرجة طوال وتشتغلي. المهم الجهاز ممتاز جدا، انا بنصحكم به اذا انتم حابين تستخدموا الجهاز ده. انا مؤخرا يعني بقيت اعمل شنو، مثلا اذا عاوز اعمل ماني بيتزا، ما بيشيل منك كمية كتيرة، وبعد الكمية الكتيرة بيخلص لك سريع، يعني سريع ما بياخد من زمنك كتير. هنا حبيت اوريكم العجنة بعد يعتبر اقل من نصف ساعة اتخمر كيف، ما بتلصق في يدك وما بتلصق في الباغ اللي انت عجنتي فيه او في البول اللي انت عجنتي فيه. العجنة ممتازة، تقدر تعملي بيه فطاير، بتقدر تعملي بيه بيتزا، بتقدر تعملي بيه خلية نحل، حاجة زي دي. هذا الجهاز ده بيكون شكله يعتبر فرن مصغر، ده بيكون شكله، درجة الحرارة زي ما انتم شايفين بتحت، بتقدري يعني تتحكمي فيه، تمام. الارضية بتاعته يعتبر زي شنو، زي السيراميك، يعني ما بتوسخ، حتى لو توسخ في ثواني بس بتمسحيه بمنديل او باي قماش جنبك خلاص بتنظف، ما بيستاهل انك يعني ما بيحتاج انك انت تغسليه، فهمتوا؟ ما بيحتاج غسيل. يلا انا حوريكم البيتزا والزعتر طلع عليه سريع كيف. المهم انا بس حبيت افيدكم للناس اللي بيعملوا مناقيش كتير، المناقيش تروح حلو شديد في رمضان، تخيلوا كده وقت الافطار عملت لك شوربه كده رهيبه، شوربه عدس، وعملت كده مناقيش بزعتر. انا كنت زمان بكره الزعتر، مناقيش بزعتر حار، والله ربنا يبلغنا رمضان، تامين ولا امين. ده بيكون شكل الجهاز، وبينجض من فوق، لانه شايفين الاسياخ ديك، الاسياخ ديك اللي هو بيسخن، يعني بنجد لك الحاجه من فوق، تمام. القطاعات دي مهمه جدا في المطبخ ورخيصه، بتلقيه في مراكز الدراهم، في منه اشكال والوان، بتقدر تشيل العجنه كده ترفعيه في الجهاز، بعدين تخطي عليه مثلا الزعتر والحاجات زي دي، او ممكن تعمليه في هو لسه في الرخامه، تحطي فيه الحاجات وترفعيه في اللي شنو، في حاله انه عجينك ظابط بتقدري تلعبي فيه زي ما انت عاوزه، تاخد تشيل بيدك تحطيه وتشيل بمعلقه تحطيه، المهم العجنه تكون ظابطه، اعتمد العجنه دي. وكمان الناس اللي بيحبوا مثلا يعملوا مناقيش ما حابه تعملي بيه خلية نحل حاجات زي دي، بتقومي تعملي شنو العجنه، زيدي عليه شويه توم باودر. هنا الدنيا بتبقى جبار، حاجة بتكون حاجة جبارة شديد. بتمنى الحاجة دي تعجبكم، بتمنى الجهاز ده للناس اللي حابين ياخدوه، يعني سعره أرخص كتير من اللي بقولوا معاي.
الفرن انا تقريبا اشتريته ب 100، كان 70 درهم. طول طول شديد، ما عليكم بإزعاج يوسف واخوه قاعدين جنبه عاملين كركبة كده. بتخوت العجين وبتقفليه، بس خلي بالك يعني انك انت ما تزيدي درجة الحرارة عشان الحاجات دي تطلع ظابطة معاكي، انه هو بيسخن سريع. يعني اذا انت عملتي درجة الحرارة 200 وحاجة بيسخن سريع وبيطلع لك الحاجة اسرع زي ما انتوا حابين. يعني هي ما نفدتكم بالجهاز اكيد، كله ست بيت شاطرة بتجيب الحاجة وبتقدري تظبطي اي حاجة فيه. يعني بعد ما تجي، انا مرة عملت بيه سينابون، عملت بيه حاجات كثيرة، بس يعني اكتر شيء بيعتمدوا في المناقيش. تمام. بعد ده عملت لهم شطة زاطة، بعد اكيد المناقيش بيكون ده لحاجة كده سبايسي. الشطة دي انا قاعدة اعمله دايما في البيت، يعني ما تقريبا يعني اسبوعيا، لو ما في الاسبوع الاسبوع اللي ما فيه بعمل الشطة العادية. طبعا الشطة مهم جدا في المطبخ، لانه مرات بتكوني ما عندك نفس تاكلي حاجة، تقوم تجيب الشطة الزاقط شديد اللي حاسة حنزله لكم تعمليه، وتقدري تعمليه سندوتش مع جبنة. الأولاد لو ما بيحبوا مثلا عاملين لك دوشة كده ما عاوزين ناكل، بتقدري تعملي لهم برضه، تحطي لهم شوية كده في السندوتشات بيحبوها. تجيب الشطة تنظفيه كويس، بعدين بنجيب ليمون، بنجيب ملح، وكمان بنجيب شنو يا دلال، ليمون وملح، فول سوداني احنا بنقول عليه دكوة، في ناس بيقول عليه الفول السوداني. اختاري دايما في نوعية بيكون فيه سكر مسكر، دايما اختاري العادي. انا الحمد لله وربنا يخليها، امي دايما بترسل لي الدكوة او الفول السوداني من السودان، حقه بيكون غير. بتقدر تعمليه في البيت براكي، بيطلع ارهب شديد. انا عاملة فيديو طول شديد في بداية ما عملت القناة، كنت بنزل وصفات، فعاملة لكم اللي الفول السوداني في البيت بيطلع معاك رهيب. كيف؟ في بطريقتين عاملة لكم، هو بيكون شكله كده. تخلطيه، بعد ما اخلطه عندي اللي هو بسخن الطاوة، باخد فيه شوية زيت زيتون، بعدين شوية معلقة صلصة ثوم، وتاني بزيد شوية فول سوداني. وتعالوا شوفوا الحاجة دي رهيبة كيف. احنا هسي اليوم يعني كنت عاملاه، ملينا منه صحن في الغداء، تخيلوا احنا اكلناه اكثر من باقي الحاجات. حلو شديد، بتمنى تجربه الحاجة. بتقدر تعمل منه كمية، تزيد عليه يعني تقسمه في قزاز، برطمانيات قزايز، تاخد زيت كوي اول يعني اول تاخد شوية زيت، بعدين تاخد الشطة، بعدين شوية زيت. ممكن تستخدميه فترة طويلة لانه خلاص اتنجط في النار. شايفين انا هنا خطيت ثوم، خطيت صلصة، وحاخد شوية الفول السودان وحنزل عليه وبالشطة. ويا جماعة الشي ده جبار، احنا دايما في السودان بنعمله في عيد الاضحى. في ناس بيعملوا بكم طريقة، لكن دي اسهل طريقة واسرع طريقة واحلى طريقة، اتمنى تجربوها في يا بلد. تاني عملت شنو يا دلال، وبعمل كمان مع الشطه دي دايما بعمل اللي هو قولوا معاي سلطه الاسود الابيض. انا ما صورته لكم لكن كلكم بتعرفوا طريقته. تعالوا شيلوا من الشطه دي مع سلطه الاسود وجربوها، ما حتندموا، حتقعدوا تدعي لي. ده كان فيديو بسيط، فيديو بس حبيت افيدكم بالجهاز ده. حبيت الناس اللي بيعملوا دايما مناقيش في الافطار، المناقيش دي بقى لكي بدائل للفطاير، واسهل واسرع، وبتقدر تعمليه قبل الافطار بشوية، يعني بتقدر تخلص امورك. رمضان جانا، وان شاء الله يجينا بالخير ويجينا بالسعادة ويجينا زي ما بيقولوا بالرزق المثير، ويجينا براحة البال، ونقدر يعني نستغل زمننا في حاجات تفيدنا في رمضان. يا ريت نعمل جدول كده ضابط في رمضان، سواء كان مثلا من يعني الجزء الديني، العبادة وغير العبادة، أكلات يعني أكلات تكون حلوة، نغير السنة دي شوية من الأكلات المعتادة. هنا حابة أوريكم طبعا شكل الشطة رهيب كيف. تمام. أنا شو يعني من زي ما قلت لكم من الجانب الديني، غير الجانب الديني من حاجات كثيرة. يعني عاوزين نختصر شوية كده على روحنا، زي ما بيقولوا نقفل الدنيا على روحنا، نراجع دفاترنا، الف شنو الما في شنو، عملنا شنو. رمضان يبقى لنا شهر بتاع خير نتنور فيه، وان شاء الله كل واحده فينا يعني كل واحده فيكم التعليقات مفتوحه، تكتبوا زي ما انتم عاوزين، الناس تستفيد، والحابه تسال اكيد حيردوا عليها. وان شاء الله باذن الواحد الاحد الفيديو الجاي حيكون شنو يا دلال، ما بعرف، لكن اكيد تقريبا فيديو البنوته، لانه انا بجد بعتذر منك وطولت انه ما نزلت لك الفيديو. ان شاء الله لو ما نزلته اليوم من مساء، هنزل لك بكره باذن الواحد الاحد. مع السلامه.